السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون بخير. هنكمل مع بعض دلوقتي رسم المنظور بطريقة هندسية إسقاط. وكان في ناس بتسأل لو أنا عندي بقى شكل فيه كذا كيرف وشكل يعني خزعبلي، الشكل صعب إن هو يترسم، يترسم إزاي؟ إيه الحل في الموضوع ده؟ أهو شكل زي ده، لو اعتبرت إن دوت البلان أو لي أوت، شكل غريب جدا تمام، بس ممكن يكون مشروع كبير معمول بالشكل ده، أهو في كذا سنتر لاين وكذا كيرف جايب بسنتر لاين او مركز مختلف تمام، وخطوط كلها متكسره بالشكل ده اهو، ده هرسمه منظور ازاي؟ الحل ان انا هحاول ان انا اعمل شبكه ميدوليه بالشكل الصعب ده اهو، بحيث ان انا ابسطه، فانا مضطر دلوقتي ادخل ده على شبكه ميدوليه بنقاط عشان اعرف اوقعها وارسم لها منظور. بس كده معايا؟ يبقى انا دلوقتي النقطه دي عشان اوصل لها اعرف اعد، يبقى ادي 1 2 3 اعرف اوصل من اول نقطه. نفس الكلام النقطه ديت، ده حوالي 1 الا ربع، يعني اعرف ان انا احول الشكل بتاعي ده احط عليه شبكه، الشبكه ديت معروفه بمقدار معين بحيث كل نقطه عليها اعرف اوقعها، فاعرف احوله من طريقه مرسومه زي ما تقول كده طبيعيه او دايناميك، خطوط كلها دايناميك متحركه، اعرف ان انا ايه اعملها بخطوط هندسيه وفي نفس الوقت اعرف اوقعها بالظبط زي بالظبط كده ما اجي برسم صوره تمام. هتلاقي الرسام بيعمل ايه في رسم الصوره؟ برده بيحط كام مربعات كتيره في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي تمام، بحيث ان كل نقطه هو وجدها ينقلها. عد معايا كده، نقطه 2 3 4، وجدت نقط كتيره قوي. في بعض الفنانين بيعملوا كده، محاولين الشكل بتاعهم للنقاط ويبدا النقاط ديت يوقعها عنده بسكيل تاني مختلف اكبر، ينقل نفس الديزاين بتاعه الموجود قدامه ايه على اللوحه الكبيره. طب انا في المنظور دلوقتي همشي بنفس الفكره، هترسم بقى ازاي؟ اي كده وقعت نقاط كتيره هي في الامام ونقاط تانية في الخلف، المح كده بعينيك. النقاط دي بالنسبه لي في منتهى الاهميه، يعني النقاط ديت لو انا وجدتها وقدرت بالفرنج كيرف او بايديا اوصل تمام الخطوط ببعضها، هيطلع الشكل بتاعي مرسوم بطريقه هندسيه اشبه ما يكون بالايه بالخطوط ال 2 دي. يبقى انا كده حولت 2 دي ل 3 دي مظبوط تمام. يبقى انا كده في البدايه محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارسم الشبكه الميدوليه نفسها، وبعد ما ارسم الشبكه الميدوليه اوقع كل النقط الحمراء دي تمام هناك على الرسمه بتاعتي عشان خاطر اعرف ان انا ايه اعمل لك سترود او ارتفاعات فيطلع المشهد بتاعي مظبوط. طبعا كنا قبل كده عملنا تمرين ازاي ارسم الشبكه الميدوليه اساسا صح، وقلنا ان احنا هنوصل القطر ببعضه بحيث يبقى في عندي كمان في 90 وفي نود وفي 45 زي ما احنا سميناها تمام. طبعا الرسمه ديت شرحناها بالتفصيل، انا هرجع لورا، ومخروط الرؤيه يبقى داخل فيه الشبكه كلها، مخروط الرؤيه تحت عندي بالنسبه لي 45 درجه، فافضل ارجع كده لحد ما مخروط الرؤيه المشهد كله يخش جوه مخروط الرؤيه بتاعي، وابدا اخد موازيات الاوت لاين، فجبت فيه 90 وفي نود، وجيت برده وصلت ده ببعضه فعرفت كمان اجيب ايه بي 45، وابدا بقى اتعامل مع نقطه نقطه اوصلها بايه المكان اللي انا واقف فيه في قطعه الخط بتاع الصوره او لوح الازاز في نقاط متعدده، ابدا بقى ان انا ايه اسقطها تحت مش كده على الاوت لاين بتاع الرسمه بتاعتي اللي انا اصلا مهربها، وبعد ما انا اسقط ده كله تحت هبدا بقى ارد بيه لايه لفي 90 زي ما انتم شايفين كده اهوت تمام. يبقى انا كده لحد ما حددت فين الشبكه الميدوليه، لسه بقى الايه السكه التانيه دي، قلت قدامي حل من اتنين، يا اما هعمل نفس الطريقه اوصل كل النقاط ديت بعينيا او المكان اللي انا واقف فيه فيقطع لي اللوح الابيض او الخط الابيض او لوح الازاز في نقاط متعدده، ابدا انزل بيهم فيرتيكال واوصل فيطلع لي الشكل، او الاسهل من كده ان انا بقى اعمل بقى ايه اعتمد على في 45 اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. الخط ده هعتمد عليه ان انا اساسا وجدت ده مش كده من خلال الايه مسار الحركه ده تمام. هبدا بقى ان النقطه ديت اوصلها في 45 اهو تحت اهو، فزي ما موجود عندي في لي اوت في عندي نقط حمراء كتير ظهرت معايا تبدا تظهر معايا تحت اهي تاني. هبص كده معايا، ادي نقطه 2 3 4 5 6 كل النقاط ديت اللي انا وجدتها نتيجه التقاطع اعرف ان انا بقى ايه اقربها لفي نوت زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده رسمت مديول بمنتهى السهوله من غير ما ايه من غير ما اعمل نفس الخطوات اللي كنت عملتها ناحيه الشمال اكررها في اليمين. طب انا لحد دلوقتي رسمت بس المديول تمام او المديولز بتاعتي، لكن انا ما عملتش الايه ما عملتش الشكل بتاعي ده، فبعد ما رسمت الشبكه الهندسيه اللي انا وقعتها هبدا بقى اشوف فين النقاط اللي هي ايه نتيجه تقاطع الشكل بتاعي الصعب دهوت مع الشبكه الميدوليه اللي انا ايه وقعتها
عشان أبدأ أشتغل عليها. ها هنا أعد أدي 1 2 3 4، أبدأ أعد هنا 1 2 3 4 وأحط النقطة بتاعتي صح، وهبدأ بقى ماشي إيه نقطة نقطة كده أهوت أوقعها على الشبكة الميدولية. طبعا دوت الكيرف الأمامي نفس الكلام الكيرف الخلفي ده، أه وقعت عليه كل الإيه كل النقاط الموجودة عندي فوق نتيجة تقاطع الشبكة الميدولية اللي أنا حطيتها الشبكة الهندسية مع الشكل بتاعي في اللي أوت أو في البلان. المح كده بعينيك الخطوط الموجودة عندي أهو والخطوط الكتيرة موجودة عند الشبكة الميدولية دي، هتلاقيها متطابقة لحد كبير تمام. طب كده هتبقى ايه؟ هتبقى الارتفاع السكنس بتاعي بتاع الكتلة، فده اجيبه ازاي؟ المفروض اجيبه من بره من هنا او من هنا صح؟ او هبدأ من الجزء ده هو اللي هو خط الارض واطلع بيه بالارتفاع بتاع الحقيقي. طبعا هنا بدأ يوصل الخطوط النقط لبعضها عشان ايه البلان بتاعي يترسم، وهبدأ ان انا احدد ارتفاعات من بره اهو. هنا سي ارتفاع الكتلة لو سي 6 متر تمام او اي رقم اوكي، هبدأ اوقعه بره انا اهوت وابدأ ان انا ايه اهربه على في 90، فكان نقلت ارتفاع من بره لجوه صح، نقلت ارتفاع من النقطة ديت للنقطة دي تمام كده يا شباب. يبقى الارتفاع ده هو هو ده، بس عشان خاطر هو ده بعيد عني فايه الارتفاع بتاعي انا افترضته 6 متر هتلاقيه جوه اقل شويتين تمام. قال لي مقدار قد ايه مش هيهمني، يعني كده كده انا شغال بفكره الايه فكره ان انا كل ما المشهد بتاعي بيبعد كل ما هيصغر. طيب عاوز اجيب هنا ارتفاع تاني هجيبه ازاي؟ اه خد بالك الخط ده لو انا جيت مديته هيوصل لي الايه المكان اللي فيه نقاط الزوال، وفيه ممكن يبقى اكتر من نقطتين زوال. اه طبعا عشان احنا كنا عملنا تمرين بتاع الدرج ده بتاع المكتب لو انتوا تفتكرين، كان في مكتب وكان في عندي دراج كتيره كانت فوق بعضها وكانت جايه بزوايا مختلفه صح، كنا رسمناه ولو مرسموهوش المفروض يرجع يرسمه، ده في منتهى الأهمية. دربنا عليه إن في أكتر من نقط هروب ممكن تتحط في الإيه؟ في الأفق مش كده؟ فأصبح دلوقتي الخط ده لو أنا جيت وصلت لآخره هلاقي إن هو في نقطة هروب ممكن أعتمد عليها وأرسم بيها كمان الإيه؟ السقف بتاعي السطح بتاعي أهو. بصت كده معايا أهو، يبقى كده الارتفاع ده جبته من خلال نقطة هروب ديت. طب أنا هنا برضو عندي نقطة أنا وجدتها وفي عندي نقطة تانية ماشية معايا والاتنين دول متربين على في 90. لو انا جبت ارتفاع بره انا اهو في الحتة ديت، لو جبت لها ارتفاع اللي هو الفيرتيكال اللي هو الحقيقي تمام، هعرف ان انا انقله ايه انقله جوه اهو. يبقى الارتفاع ده هو برضو كان شبه الارتفاع ده لو احنا كنا افترضناه 6 متر تمام، اهو دخل جوه عندي بقى هنا اعرف اجيبه، وكمان دخل جوه عندي في الحتة ديت اعرف برضو اجيبه اهي. يبقى اصبح دلوقتي السطح بتاع الكتلة تمام قدرت اوجدها من خلال النقاط ديت، من خلال ان انا بوجد نقاط ماشيه معايا نقطه هروب واحده، او ان انا بوصل نقط ببعضها فيجيب لي ان هو نقاط هروب تانيه وتالته ورابعه وخمسه زي ما انا عاوز بقى تمام. وابدا اهرب عليه زي ما هربت البلان او هربت عليه الجزء السفلي من الكتله، ههرب برضو عليه الجزء العلوي من ايه من الكتله. فيعتبر طريقه او احدى الطرق اللي ممكن انا استعملها عشان ارسم منظور البلان صعب، يعني بلان خزعبلي طول داخله ببعضها في كذا كير وخطوط كلها جايه متكسره، فده حل من حلول الايه اللي احنا وجدناها تمام. طبعا مش انا وجدتها، يعني الفكر الهندسي بدا ان هو يتعامل معاها بالشكل ده اهو عشان ايه عشان يحل المشكله ان هو يحول الخطوط اللي جايه متكسره وجايه بكيرفات لخطوط هندسيه يعرف يتعامل معاها بايه بالمسطره والقلم وبخطوات ماشيه ورا بعضها متتاليه تمام كده يا شباب. ده كده التمرين للمشروع زي ما نقول كده خزعبلي، مشروع صعب حاولته من خلال الشبكه المدوريه والنقاط، ومن خلال النقاط ديت هعرف انا اوقعها وارسم الايه 3D بتاعي. وفي كتير مننا مشروع ممكن يبقى كده تمام، فمهما كان درجه صعوبته حاول تركب اللي او بتاعك او البلان بتاعك لشبكه مدوريه شبكه هندسيه بحيث ان نقاط التقاطع هبدا ان انا اشتغل ايه اشتغل عليها تمام كده. يلا هنبدا دلوقتي نعمل الجزء التطبيقي ونرسم الشكل ده هوت على قد ما اقدر، بحيث ان انا ادرب ايدي على الايه على الفكر اللي احنا شرحناه من فكر نظري الفكر بقى تطبيقي على الايه من خلال السكتشات والرسومات. يلا هنبدا نشتغل دلوقتي، اتفضلوا.